الجمعية سعت أنها تخرج في سوق العمل أكثر من 10,000 سيدة من عام 1422 إلى يومنا هذا، والحمد لله لها أثر قوي على مستوى الأحساء، دربت على مختلف المستويات وعلى مستوى المهني والنجارة والطاب والميك أب الارتست، يعني مستويات مختلفة في التدريب والتأهيل المهني. بدأنا السجاد من تاريخ 4/9 بدورات تحضيرية تأهيلية للبنات، بعد ذلك بدأنا في الجانب النظري والعملي إلى أن وصلنا للنهاية 10 سجادات ل30 متدربة. من طبعا كانوا بدأنا بالمقابلات في شهر 6، كانت المقابلات 66، اخترنا منها 30 متدربة، والحمد لله بدأنا من الصفر حتى تمكننا من عمل سجادة بتصاميم معينة مستوحاة من زخارف الحساوية. التصاميم كانت مستوحاة من التراث الحساوي، رسمت من قبل جمعية الآثار، بعدها قام البنات بالتفريغ لهالرسومات حتى يتمكنون من صناعة السجاد. طبعا المشاعر البنات جدا عظيمة انهم بدأوا من الصفر حتى تمكنوا. فتاتي عطتنا فرصة لحق تعليم السجاد اليدوي، فلذلك خدتها فرصة كبيرة، اول شيء لي لحق بناتي ولحق عيالي وعيال عيالي ان شاء الله. زين، فانتهت هذه الفرصة وجيت وتدربت من الصفر، أو من الصفر إلا تحت الصفر، فكانت التجربة جداً جميلة. التدريب في منتهى القمة، القائمين على هذه الدورة والتدريب كان جداً جداً دقيق، ولله الحمد الحين هذا نتيجة تعبنا وأربع شهور ولله الحمد. عاد الحين المخطط اللي عندنا، أول شيء أعلم بناتي، أنا عندي بنت في الجامعة إلين ثاني ابتدائي، أول حاجة أعلم بناتي تعلمون هذه المهنة، وإن شاء الله يعلمون أجيال وراء أجيال وراء أجيال. كنا متخوفين من الموضوع، بس طلع الموضوع جدا ممتع وجدا سهل، كل شيء يبتدي بعقدة لين ما يصير شيء كبير. ونشكر على كل القائمين على هذه الدورة، نتمنى أنها تستمر إن شاء الله ويستفيدون بنات أكثر وأكثر. اشتغلنا على السجاد في تدريبه وتأسيسه، السجاد من بدايته تعلمنا عقدة غرزة للسجاد على أساس إنتاج سجادة متكاملة الشكل. طموحنا إن احنا ننتج خط سجاد للسجاد اليدوي متوفر يكون في الأحساء خاصة، لأن احنا اطلعنا على أنواع كثيرة من السجاد في مصر وفي إيران وأفغانستان ما شاء الله، نبغى نتمنى يكون هذا موجود عندنا هنا في الأحساء. كانت بداياتي صعبة والحمد لله اجتزت هذه الصعوبات. كانت بداية خيوط صوف وخيوط سدة وعقد ورسومات مختلفة عن الواقع اللي نعرفه، صارت رسومات بشكل شبكة، رسومات صغيرة جدا وعقد، ومع كل ارتفاع لهذه السجادة طموحي يرتفع وصعوباتي تخف. الحمد لله اجتزت هذا الأشياء الصعبة فيها، وحسيت بتأمل أكثر مع ارتفاع السجادة. فرحتي كبيرة لا توصف عندما اجتزنا هذه السجادة وكبرت وختمناها وتم حلاقتها وترتيبها من الجوانب، فعلا أدت بشكل رائع وبشهادة الجميع.